شو رأيك بكرة نلتقي على فنجان قهوة؟ ولا أقول لك عزمتك على الغدا؟ ماشي، أكلمك بكرة الساعة 10 الصبح ونتفق. أوكي، دان، باي. شو الأخبار؟ بعتقد لازم نبلش نطبع كروتة العرس مع أنه العريس ما معه خبر. مام بعدك سهرانة؟ مش جاييني نوم. ولا أنا. عم بيصير معي شغلات غريبة. هو هو لو بتشوفي أنا. هاتي لنشوف شو عم بيصير معك. عريسين. عريسين؟ هيدي الشغلة بتزعل؟ هيدي الشغلة بتبسط. شو بعرفني إذا بتبسط؟ مرة بعمري ما إلي حق فكر هيك تفكير، إنه ما بيسوى، بعدين بقول أنا ليش؟ إنه طالما أنا عايشة والحياة بتلبق لي، ليش لا؟ أنت بعدك صبية ومثل القمر. أكيد بتلبق لك الحياة. ما تجامليني مايا. أنا بخريف العمر، بعد الخريف بيجي الشتي، والشتي بارد وقاسي. ليش هيك عم تحكي ماما؟ نحن تعلمنا منك القوة والإصرار، تعلمنا منك نحب حالنا ونحب الحياة. بحب اسمع هيك عم تحكي هيك أبداً. شو بعرفني عم بحكي لأحكي، اعتبريني ما حكيت شي. طيب ومين هالعريسين المغرومين فيكي؟ ما بيقولوا التاجر المفلس بيفتح دفاتره العتيقة؟ ايه مزبوط ان هيك شو يعني؟ إيهاب وعماد. شو؟ بيك قايلها بصراحة وعماد لمح. انت شو رأيك؟ اكيد لا. ليش؟ لأنه بدي أعيش قصة حب، حب بحب. بعد 3 تجارب فاشلة بحياتي ما بيسوى ادعس دعسة ناقصة. معك حق، أكيد بحق لك تحبي. ما أمي الجوج بعدها حلوة وصغيرة ومثل القمر، بحق لها تحب وتنحب، بحق لها تعمل اللي بدها اياه. حبيبي ميوش، حبيبتي انت. بعده ما بلش الماتش؟ بس فاضل 5 دقايق. يلا تمام. لم يقدم الاضافه المطلوبه. تشجع مين؟ البايرن ولا دورتموند؟ ليك انا اليوم لاعب مع واحد صديقي، الدورتموند بيربح الباير ب 100 دولار. هتخسر 100 دولار وانا مش هدفع لك النهارده. مش فارقه معايا. مش فارقه معاك 100 دولار؟ ما لاعب مع واحد تاني الباير بيربح على الدورتموند برضه ب 100 دولار. هو انت مجنون ولا ايه؟ يا اخي سوسي. في حد بيتراهن على فريقين في نفس الوقت؟ يا عيني عندي سوسي انا، ما في يكون في ماتش شغال وما عم بلعب عليه. اخ بدك تلعب انا وياك؟ لا يا حبيبي انا ماليش في الحاجات. 80 دولار. ماليش. 50 دولار. يا فارس ماليش في الحاجات دي. 40. يا عمي قلت لك ماليش في الحاجات دي. ليك معي 20,000، خد هي 10 منها نلعب انا وياك. انا عم بعطيك خير. قلت لك ماليش في الحاجات دي خلاص بقى. ما عم بعطيك اياهم انا، بس انا من راهي. خلص طيب بدي كسبك 10. انت ليك مزاج تطرد النهارده؟ يا رشيد انا
عرضي بعد 3 ايام ولهلا ما معي ولا سبونسر. ولو ما انت مالك السبونسر. بدك تقنعنا انه لهلا ما دبرت ولا سبونسر؟ طب بيصير هيك يعني؟ ايه اوكي. مع اي راديو اكيد بهمني. اوكي. طيب وامتى بردوا خبر عليك؟ يا رشيد الله يخليك ولو الفاشن شو بعد 3 ايام؟ ما تقعدني على اعصابي، ما معي كثير وقت. خلص اوكي باي ميرسي. فيني اعرف شو عم بيصير هون يا انس هنغم؟ فارس اي ساعه جيت؟ من اول ما بلشتي حديثك مع السيد رشيد، يعني سمعت كل شيء. ايه شو يعني؟ لا يا نغم لا، توقعت مني كل شيء الا هيدي الشغله، دغري بعتيني؟ دغري بعتيني واشتغلتي مع حدا تاني؟ انا؟ اوعك اوعك تنكري انك عندك دافيلي جديد، سمعت كل شيء. مزبوط في دافيلي بعد 3 ايام. ها هيها اعترفتي بعضبة لسانك. ولك شو بك قبل ما تنفعل عرف لأي اجانس؟ ما بيهمني اعرف، ان شاء الله عم تشتغلي مع اجانس قرود السود اللي اكتشفته هلا انك تعنطيني بالظهر. لا معلش انت منك قاعده بالمكتب هون السدح مدح، انا عم بدفع الايجار، اضاءه، مكاتب، كل شيء انا عم بدفعه مش كرمال تشتغلي لحساب غيري. انا يا فارس هيك؟ انا ما بطعن بالظهر، هيدا العرض للاجانس تبعك. شو عم تحكي؟ اي اجانس؟ تتذكر لما قلت لي الغي العرض لانه ما معنا مصاري؟ ايه انا ما اعتذرت، دبرت مصاري واتفقت على الكونترا وزبطت كل شيء. يعني نحن عنا هلا ديفيلي بعد 3 ايام؟ يس. طب ليه ما قلتي لي هيك من قبل؟ كنت حابه اعمل لك اياها سوربريز. نغم أنا كثير بعتذر منك، ما كنت عارف هالشي. ولو يا فارس، كيف بتفكر للحظة واحدة إنه أنا أطعن فيك بالظهر؟ معقول؟ أنا بنت أصل، ماني ناسي الخبز والملح اللي بيناتنا. بترجاكي، بترجاكي نغم ما تكملي. يا أرض انشقي وبلعيني، أنا كثير محزون بهيدي اللحظة. نغم، أنت كبيرة، كثير كبيرة. بدي أعمل لك تمثال نصفي على باب الوكالة. رجعنا يا خيي، ما بدي تمثيل منك، ما بدي شيء. بتعرف شو بدي؟ شغلة واحدة، تبعد عني وعن سيارتي وأنا بكون بألف خير. نغم عم تتملكني عواطف جياشة، في احتمال إني أبكي هلأ؟ في مجال تكملي معروفك معي وتعيريني كتفك أبكي عليه؟ وصل الإيميل، رح أرد عليكي خبر بأسرع وقت. باي. صحتك بالدنيا ألو؟ تفضلي. لا أكيد في شي غلط، نحن مستأجرين جديد هون، يمكن هالفواتير على المستأجر القديم مدام. بليز تأكدي ورجع احكيني. باي. بونجور مايا. بونجور. واضح انك دخلتي في مود الشغل. انا مبسوط انك معنا. يمكن لو غيرت تسريحة شعرها هتبقى احلى. عندها جمال مستخبي. وصل ايميلات الصبح تبعت لك اياهم حتى تشوفهم، وسجلات موظفين المصنع كمان. اديني كل السجلات، عايز ابص عليهم بسرعة. اذا كانت ذكية هتعمل فنجان قهوة وتحصلني بيه على المكتب. هيدا أطيب فنجان قهوة حتى تركز. بس أنا ما طلبتش قهوة. بسيطة باخدها. لا 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 مش قصدي، بس أنا مستغرب إنك جبتي قهوة من غير ما أطلب. مش رح أنترك لتطلب، أنا بعرف. حبيت روح المبادرة اللي عندك. وهو الإيميلات. ما خيبتش ظني. البنت دي كنز. بس مش لازم احسسها بالموضوع ده، احسن ما تشوف نفسها. حلو جدا، النهارده هنزل بدري عشان عندي عزومه غدا، ممكن تمشي الساعه 1 لو عايزه. اوكي.
دخلك عدت عرفت مين صاحبة البكلة؟ أيوة طلعت لحد يخص فارس. أنا بكتب ليك أساساً مش مضطرة برر للسكرتيرة. مش من حقك تسألي السؤال ده. إحنا هنا نتكلم في الشغل وبس. أوكي سوري بعتذر. هيدي العقود والاتفاقيات كلها، تفضل. اوه شغل ممتاز مذهل. عندك شك بهذا الشيء؟ ابدا، يعطيكي الف عافيه. بس ممكن اسالك سؤال صغير؟ تفضل. لك من اين لك هذا؟ بقدر احتفظ بهذا السر؟ لا ما بتقدري، لانه انا كثير بحوص، بدي اعرف هلا. من رجا. شو؟ رجا ابن خالتي؟ لا ابن خالتي. كيف بتطلبي منه مصاري انت؟ كيف بتتصرفي من راسك؟ وين المشكلة؟ لو بدي اطلب مصاري كنت انا طلبت منه. انا قلت بتكون خجلان منه. خجلان؟ من ايمتى بيرجل لما بدي اطلب مصاري؟ ترى ما بتخجل، ليش ما طلبت منه؟ لانه انا واضع خطة استراتيجية بعلاقتي مع رجا، بعرف ايمتى وقديه بدي اطلب منه مصاري. ثانياً ما لك حق تتدخلي نهائياً بهالموضوع. هلا صار ما بحق لي اتدخل؟ لك ساعة بتمدح فيي ومنين جبت المصاري؟ كان بدك تعمل لي تمثال نصفي، بتعرف شو؟ عن جد ما بتستاهل كل شيء بعمله كرمالك، عن إذنك. نعم. مايا. أنا آسف. على شو؟ عشان انفعلت شوية لما كنت بتكلم معك. It's okay. يعني أنت مش زعلانة؟ أنت بهمك إذا أنا زعلانة ولا لا؟ أيوة أكيد، مع إنك بتحلوي أكتر وأنت زعلانة. أنا؟ أنت إيه؟ قصدي انه انا ما بزعل منك ابدا، لانه انت قلبك طيب. انت شايفاني كده؟ معرفش ليه بحس انك تعرفي عني حاجات اكتر من كده. رجا؟ لمين بكلي؟ صديقة جديدة. كنت 48 ساعة حتى تقولوا لي مين هو العميل. في أخبار عم تتسرب من عندي من المكتب لعند ألد دقعتي، وهذا الشيء مش مسموح فيه، ما هيك؟ مسيو فؤاد، أنت مأكد من هذا الشيء؟ ليك؟ عندك تفسير تاني للي صار؟ فيك تقول لي رجا كيف عرف إنه وليد عم يتعامل معنا؟ لا. معناتها سد بوزك وما تتساك علي، أوكي؟ خلال 48 ساعة إذا ما جبتوا لي اسم العميل أنا رح أتصرف. كيف رح تتصرف؟ يعني مضطر أعتبر العميل واحد منكم، وأنا رح أحاسبه على طريقتي. بتعرفوها. سوري مسيو، ممكن نعرف كيف حتحدد الجاسوس من بيناتنا؟ نلعب طول ماشي، اللي بيخسر بيكله. هاي يلا نلعب. تلعب. سعيدي؟ دكتور فريد، شو هالمفاجأة الحلوة؟ طمنيني عنك. أنا منيحة، أنت؟ قبل كل شيء، شو رأيك إذا خلطنا بنزوات الصوديوم مع نيترات الأمونيا ورشة سيليسيوم؟ أقولك شو بتطلع النتيجة؟ حسب ظروف التجربة، ما بقدر أعطيك جواب أكيد. درسي لي هالتجربة. شو هاي؟ هيدا بحث جديد وأنا مبوسة إلا برأيك. قدي معي وقت؟ أوه 5 دقايق. عم بمزح.
ما في حدا يعطينا شيء من مشتقات الكافيين؟ ايه اكيد، شو بتحب تشرب؟ كافيين مع كباية H2O room temperature، والله خلي لك الكريات الحمر بجسمك. ولك الله يسعدنا عليك. شمش، أنا برأيي تستسلم وترفع الراية البيضة. مش نحن اللي منستسلم يا أستاذ ونرفع الراية البيضة. إيه هلأ بنشوف. ليك عمار، بدي أسألك سؤال. تفضل. أنت بعدك يعني بعدك. بعدني شو؟ لك بعدك يعني بعدك. الجمانة شو بتعني بالنسبة لك؟ جمانة؟ طليقتي. شو عم تحكي؟ بتعرف ما كنت عارف هالشيء؟ اللي بعرف انه طليقتك وانه كان من عمع قلبها وتجوزتك قبلي. انا شايف هي من عمع قلبها الا بس تجوزتك لإلك. هلا شو بدنا بالحكي؟ خلينا بالمهم. شو هو المهم؟ انت بعدك عم بتفكر فيها؟ قصدك انه ولك ايه قصدي انه اذا رجع انعمى قلبها مرة تانية وقبل تتجوزك تتجوزها؟ ايه بتمنى. طالما بتتمنى لشو طلقتها؟ ولك يا زكي، لو ما انا طلقتها انت كنت قدرت تتجوزتها؟ معك حق. بتعرف انا ندمان لاني طلقتها. ما تكون انت كمان عم ولك تفكر فيها. طبعا عم فكر فيها. ما تنسى انه هي ربت لي ولادي من بعد ما ماتت اختها الله يرحمها. ايه بس حسب الاقدميه انا بحق لي فيها قبلك. حسب الاقدميه؟ ولشو نحن عم نخدم بالجيش؟ هيك بيقولوا بروتوكول. البروتوكول؟ اسمع عمار، طالما انا وياك بعدنا عم نفكر بجمانة لازم واحد منا يزيح للتاني عن طريق، وانا برايي انت تزيح. والله ليه ما بتزيح انت؟ انا بدي زيح؟ اشتري من الله يوفقك. بعدي من امي. بس الف. بعدي من امي. وحده الف. بعدي خلص. صار يومين بدون اكل الله يوفقك. مش معقول. لا 500. ايه من ايدك من روحي من هون. وليك روحي من هون. عمى شو حيواني؟ عمى كيف بينبعوا؟ ليك ايهاب ما تتيس وخليك على جنب. انا عم تيس؟ ليك جمانة الي لو برطار بيقدني على الارض. لا هيك عم نسكر على بعضنا. طيب ليك؟ دايما بنخليها هي تنقي بيناتنا. لا 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 لا، شو نحن شوالات بطاطا تتنقي بيناتنا؟ ايه معك حق. بتعرف مش حلوه بحقنا بعد العمر. بس بس شو بك؟ وجدتها. شنية؟ لك بنعمل مباراه بالطاوله بيني وبينك. ايه لك شو اللي بيخسر بيزيح من درب الثاني. موافق. عال وشو بدك نلعب هلا؟ محبوسي ولا فرنجيه؟ محبوسي. وانت قل يلا جاهز؟ ولك انا اللي جاهز. رهوف حطي شي بتمك مشان دوخه. شو حبيبتي؟ ليكي شو رأيك بشعري؟ إنه عادلة؟ كيف يعني عادة؟ ليكي كل بنت عندها ستيل معين لشعرها، هو بدل على شخصيتها. يعني قولك ما عجبته شخصيتي؟ لمين؟ لرجا. سمعته هيك عم بفكر إنه أنا حلوة بس يا ريت بتغير تصريحة شعرها. هو هيك قال عنك؟ إيه. شو بعدك ناطرة حبيبتي؟ أنا كنت بدي روح اليوم بس أجلتها. اليوم ضروري تروحي ومش رايحة وحدك، رايحة معك أنا كمان. ليه بقى؟ ضروري أكون موجودة معك. خلص إنه مشينا يعني ما بدها هالقد كلها براشينج. ليكي حبيبتي رجا فرصة ذهبية لإلك، لازم تستفيدي منها. بعدين ما زيله هيك بلش يطلع فيك، استغل الموضوع. ليكي ما أحلاهن هول اثنين. هيدا الشاب بده يخطب هيدي البنت اللي معه بس مستحي شوي. خلينا نتفرج، بحب هيك انا. قديشك بشعة وفاتة بالحيط، على شو امك كانت عم تتوهم وهي حبلة فيكي؟ ما بعرف. ليه البيوت والمصاري بتكون حصرة مع هيك اشكال؟
خلص بدي اتحمل هيك اطلالي بشعة طالما القصة فيها بيت ومصاري. انا قررت. حبيبتي انت البنت اللي كنت عم بحلم فيها كل عمري، عن جد ما صدقت اني لقيتك. عن جد بصدق اللي عم بسمع. طبعا ما بدك تصدق، من وين راح تلاقي واحد مثلي يتحمل هيك اطلالي كل يوم؟ بس بوعدك بوعدك وعد شرف اني يخونك كل يوم. صدق حبيبتي صدق، انا اصلا ماني مصدق انك راح تصيري حبيبتي مرتي شريكة حياتي. يا الله حس حالي بالجنة حبيبتي. أعطيني أصبعك. شو بدها لحظة؟ ورس الأيدة ضحك عدقون وعد صدقي. مين أنت؟ شو في؟ أنا جاي ساعدك. كمان شو بدك تساعدينا؟ فيك تعتبري إنه أنا عشط بالباراشوت. لك أنت شو بدك؟ أنت مين؟ ليكي هيدا واحد كذاب عم يضحك عليكي. لك أنت من زمانك تتدخلي؟ أنت واحد كذاب، أنت ما بتحبها، بدك الشقة وبصرياتها وكل يوم راح يظهر عليكي مع وحدة. نقلع على برا. أنت وحدة مجنونة. أنت واحد كذاب. تتركني. ليكي شو من هون أحسن لك؟ شو بعدك قاعدة عم تعملي؟ لا لا سوري سوري. سوري انا بعتذر منكم يا جماعه، بس سحبت شوي مش واعي اليوم. لا 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 واعي ونص، انت واحد كذاب. انت واحده مجنونه. هي شوي مجنونه شوي. رو انا ماني مصدقتها. تصدقيها هو امرك ما تصدقي. تضربي منك لها. انا اصلا حق علي تسرعت وتهورت اني طلبت ايدك. حلو انا بقى. خربتيلي بيتي. وين طلعتيلي انت؟ منين؟ انا توقعت تتشكريني. عشو بدي اتشكري؟ هلا صار عمري 38 سنة. اذا كان طمعان بالشقة بعد سنتين ما رح لاقي حدا بقى يطمع بشي. عم تفهمي؟ بس انا كان كل قصدي ساعدك. هو كل يوم ما بدي حدا يساعدني. ما بدي. انا ما صدقت لقيت رجال يتجوزني يطلب ايدي. شو مني عارفه؟ فكرك مني عارفه انه بده الشقه والمصاري؟ عارفه ورضيت لانه ما بقى عندي فرصه تاني. ما بقى عندي. بس انت بتقبلي؟ خلص بكفي اللي عملتي. خلص فلي بكفي اللي عملتي. فلي بقى. كارلا. هاي متعلقة النهاردة. ميرسي. سافا؟ وي سافا تري بيان. لا تفضلي. ميرسي. عاملة ايه النهاردة؟ زيك؟ سبا هلا نهاري صار احلى. وانت؟ تمام يعني شويه روتين بس عادي. على فكره مبروك المصنع. الله يبارك فيكي، بس اتمنى ان فؤاد مش زعلان من اللي حصل. لا ابدا، فؤاد روحه كتير رياضيه وقال لي انه بده يمرق لعندك. يبارك لك. اي ريت يشرف في اي وقت. شو منطلب؟ انا اليوم عزمتك. اوكي ماشي، بس بشرط المرة اللي جاية أنا اللي عزمك. أكيد ما في فرق بيناتنا. ماشي. ماتر. المنيو بليز. إيه لحظة. خد هاي وزعها على كل اللي بيشتغلوا. ميرسي كيك زون. يعني بعرف انك مجنونه وبلا عقل، بس ما توقعت
تعمل هيك بالمرة. أنا عملت اللي بيملي عليه ضميري. آه والله؟ وضميرك بيقول لك تهشري العريس للمرة؟ خلص بشرفك ما تزديها قلبي وتهلأ تفعيني مواعظ. خلصنا. لا حبيبتي بدي أفعيك مواعظ. كم مرة صرت قايلت لك في ناس رجال ونسوان ما بيحبوا يعرفوا الحقيقة، بيحبوا يعيشوا بأوهام. يا أختي هيك هني بيحبوا يعيشوا. أنا عملت اللي شفته صح. ما قدرت شوفه عم بيكذب عليا وهي مصدقته. لك ما قدرت شوف الهبل والغبا بعيني واسكت. حطيت حالي مطرحه، بركي انا صار فيي نفس الشيء. بعدين اذا تجوزته شو رح يصير؟ رح تعيش تعيسه. ومين قال لك انه هي هلا مانا تعيسه؟ بركي كان بدها تتجوزوا لهالعريس يا حبيبتي، ما فينا نحن نحكم على الناس اذا هن تعيسين ولا لا. خلص رهف بشرفك ما بقى تزيدي على قلبي. ليكي رهوف كمان سمعت واحد تاني كان عم يكذب على وحده. بتتمسمري بعرضك. بتمرقوا هنهار على خير. شو نعمل؟ ثانك يو على الغدا. ثانك يو لانك لبيت الدعوه. بالعكس احنا انبسطنا جدا وكان وقت لطيف. انا ما حسيت بالوقت وبتمنى انه تنعاد مره ثانيه. اكيد اكيد. سي يو. كارلا وي تنسيتي البكلي مرة تانية. مرسي. أشوفك. المشكلة إني عم بحكم على الأشياء من وجهة نظري أنا. أكيد مش دايماً وجهة نظري هي الصح. اليوم بعد اللي صار معي تأكدت إنه ما في علاقة بين الرجل والمرأة بتشبه التانية. كل علاقة وكل تجربة بتحكمها ظروفها الخاصة. أكبر غلط إنه نطلق نفس الأحكام، نطلع بعين وحدة بس. اليوم اكتشفت إنه كل طرف من العلاقة بيدور على الشيء اللي ناقصه. بكل بساطة أنا كنت اليوم قدام حالي من هيدي الحالات. بنت مش حلوة مع مصاري ناقصها رجال، ورجال حلو ناقصه مصاري وبيت. طرفين بمعادلة صعبة. بالكيمياء عند ماما مش رح تزبط، بس بكيمياء الحياة ممكن تزبط. قدر يخلط بنزويت الصوديوم مع نترات الامونيا خلطه جديده. ما بنزويت مع نترات ويشعر بدنه. سوري بوني. يس يس يس. تفضل. ما سألتك شو صار بينك وبين رجا اليوم؟ كل خير، تغدينا مع بعض. حلو. وبعد الغداء؟ شربنا قهوة. اها، أنا ما عم بسألك شو شربتوا. عم بسألك شو الخطة اللي رسمتيها بعد غدا اليوم. غدا تاني أكيد. شو هالحكي؟ فظيع. طيب بعد الأكل والشرب في افهم شو في براسك؟ صعب. ليه صعب؟ صعب تفهم شو في براسي. شو السبب؟ تفاصيل. كارلا يا ريت بتفهميني وبلا فسلكي. الشيء اللي بيفرقنا عنكم انتم الرجال هي التفاصيل. وشو هي التفاصيل؟ كيف بدي اشرح لك يعني؟ رشة برفان، نظرة، كلمة بيكون لها ألف معنى، إشارة صغيرة بتفهم أشياء كتيرة، يعني هيك شيء. مش حسي حالك عم تبالغي شوي؟ لا أبدا. وفي أعطيك مثل. الرجال كيف فيك شوف مرة لما تخونه؟ إذا لقط عليها شيء. بس المرة فيها تكشف الرجال بدون ما تلقط عليه شيء. كيف؟ هاي هي
تفاصيل. حلو، هذه شغلة راحت عن بالي. كارلا أنا جاي لعندك حتى أسألك شو عملت اليوم، إيه؟ مش حتى تعطيني درس كيف بفكروا النسوان. المشكلة إنك مش مأمن بتفوقنا عليكم. أنت وحدة مغرورة. شو في بينك وبين ليالي؟ كارلا هيدي حياتي الخاصة، ما تتدخلي فيها. ايه؟ ليك ما بتدخل فيها لما ما بتكون رفيقتي. فيك تسكري على الموضوع؟ يعني عم تعترف؟ شو عم بعترف؟ شو عم نعمل بالشاليه نحن؟ ها؟ عم نتزعرن؟ عم نحضر منوعات؟ والله؟ ليك فؤاد، أنا ليال ما بتهمني، كلها على بعضها سوا مش قاريتها، بس أنت ما تتزيك علي، أوعك تفكر تقرب على ممتلكاتي الخاصة بدون ما أحس عليك. ايه حلوة هيدي ممتلكاتي الخاصة، حبيتها. نعم. أنا كل صاحباتي بعتبرهم من ممتلكاتي الخاصة وعايشين ضمن مملكتي، وبدك إذن مني لتقدر تفوت. أصحك تتسلل بدون ما أعرف، لأنه بدفعك الثمن غالي. شو عم تهدديني؟ لا، ما تعتبره تهديد، اعتبره تنبيه، إنذار، لفت نظر. يا جكن! تعي هوي معي. لك يا ماما، اكتشفتوا بنزوات الصوديوم ونترات ما بعرف شو، وبعد ما اكتشفتي طريقه قلي البيض. قلي البيض غير عن الكيمياء. بالعكس، استاذ الشيمياء قالنا انه قلي البيض هي رياكسيون شيميك بحد ذاتها. ايه بس عنا بالبيت عمليه انتحاريه. الحق علي اللي بحضر لكم ترويقه، مع انه في مليون شغله براسي. روقي لخيي وبعدين روحي على شغلك. باي. كل يوم الصبح نفس السيناريو. كأنه ما سمعتش قلت لك. فوت روقي خيك. حاضر معلم، على راسي. ايه شو بتحب نحضر لك؟ على أساس تعرفي تعملي 100 شغلة، ما إنك أفشل من أمك بالأكل. حيالله شيء، بس مش بيض محروق. الله يعين اللي رح ياخذك. بتعرف شو أسوأ شيء بالدنيا؟ إنه وحدة يكون عندها خي على مسطرتك. مايا مايا انسى، ما بدي. بونجور. بونجور إيهاب، إذا جاي تشوف الأولاد أحني فوق. لا أنا جاي شوفك إلك. خير في شي؟ لا بس أنا حابب دردش معك شوي، وقلت بصبح عليك. ما بقدر، مستعجلة. يلا باي. ولو 5 دقايق، ما بفك تعطيني من وقتك 5 دقايق؟ لو أنا أنبوب اختبار كنت بتعمليني أحسن من هيك. عيب شو؟ بونجور دوموزيل داليا. حلوة هاي دوموزيل داليا، طالعة منك مهضومة. هي كرمال يعني احترام. ايه انا ما بحب الاحترام الزايد، بحب كل شيء هيك على طبيعته. اصلا يعني احلى شيء الواحد يكون على طبيعته على طول. كيفك؟ شو اخبارك؟ انا منيح، بس مسج بس شفت المسج تبعك على واتساب صرت احسن. اوعى تكون مفكر اني عم بتحركش فيك، بس حبيت اطمن عنك انا. ثانكس كليك ذوق. ليك ليه ما جربت تتصل فيي؟ بصراحة استحيت شوي. بخيله اللي بيستحي انا. فوف؟ فوف؟ جديد هي حلوة. انا بحياتهم حدا فوف لبلب. انا بحياتهم حدا عيط لي فوف، حلوة. اوكي خلص، لكن من يوم ورايح انا رح عيط لك فوف. كنت حابة نلتقي شوي، في خبرية مهمة هيك بدنا نحكي فيها. ايه
قصتك انت واياد؟ مع اياد ما في قصه، اختك كبرت الموضوع. وشو يعني اني نسيت الحلقات عنده؟ انه هيدا منه دليل انه انا وياسر انه عملنا علاقه؟ اكيد الدليل مش حلقه، الحلقه مش دليل. ليك شو عامل اليوم؟ اليوم كان عندي محاضرتين بالجامعه. لا خلص، اذا عندك جامعه ما بدي الهيك عنها، بشوفك غير يوم. لا انا اصلا كان يعني عندي محاضرتين بالجامعه، بس انه يعني مش رح اروح عليهم، اصلا الاستاذ كثير ثقيل والمحاضرتين ما لهم عازه، يعني كثير بايخين. اوكي، يعني انت افيلبل اليوم؟ انا افيلبل، الافيلابيلتي هي انا. طيب اوكي، لكن احكيني وقلي وين بتحب نلتقى. بونجور يا حلوة. بونجور. أهلا مسيو رجبي، مكتبه؟ لا بعد ما وصل. يفترض عندي موعد أنا وياه بعد 5 دقائق. أكيد بيكون على الطريق. أوكي. اسمي فؤاد، فؤاد شاهين. تشرفنا، تفضل. بتحب تشرب شيء أستاذ؟ ما عليه، بس يجي مسيو رجب نشرب عنده بالمكتب. مع اني مش طايق شوفه، بس مضطر اجي بركله بالمصنع اللي سرقه مني. اذا ما خليتك ترجع تبيعني بنص سعره ما بيكون اسمي فؤاد. مسكين مش عارف مع مين الان. وهي الغبية اللي عم تطلع فيه هيك، مش معقول. شو بلا ذوق بتنقي السكرتيرات؟ على اي اساس اختارها؟ ما بعرف. أكيد ما بتحب تشرب شيء أستاذ؟ قهوة، نسكافيه، شاي، زهورات، بيبونج، ينسون؟ دموزيل سبق وقلت ليك إنه بس يجي مسيو رجا نشرب عنده بالمكتب. أوكي، على راحتك. يلا رجع اسأليني مرة ثالثة. شو غبية؟ أنا اللي ما فكر اشتريها لهالسكرتيرة. مش للبيع.